أحبائي الأعزاء، السلام عليكم أينما كنتم، ومرحبا بكم على قناة فكرة ديكور. هذه القناة العربية التي ستنقل لكم دورات تعليمية في عديد المجالات المرتبطة بأحدث الديكورات العربية والأوروبية وأعمال البناء والتجهيز، وكذلك كيفية صنع الأداة الحديث بطرق مبسطة وسهلة جدا. أما هذا الفيديو فهو عبارة عن صور تسلسلية لعمل قمنا به لتغيير ديكور غرفة في أسبوع، فمشاهدة طيبة. إذا كنتم من المهتمين وتريدون أخذ المعرفة وتعلم الكثير في مجال التجهيز والديكور، لا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى تصلكم جميع دوراتنا التعليمية، وإلى اللقاء.